اشاعات واكاذيب وتضليل و دي كلها سوشيال. الحياه اللافه في السوشيال ميديا دي اشاعات لافه في السوشيال ميديا من القحاطه والمتمردين كلهم المرجفين. ابشركم انه كل الحاصل في المهندسين، الجيش متقدم والجيش اشتبك مع المتمردين في المهندسين ودحرهم دحر تمام وهزمهم هزيمه نقره، هزيمه ساحقه. الله اكبر الله اكبر، هزيمه كبيره، ودارين يغطوا على الهزيمه دي على اساس انه طلع البعادي قال مبروك المهندسين، والله نحن نقول للشعب السوداني مبروك انتصار الجيش، مبروك الانتصار والله. كل الاجهزه الامنيه قدام 10 شهور ما سقطت، وثاني ما حتسقط. وابشركم جيش المهندسين شدة ما متقدم الان محاصر الاذاعه والله. الله اكبر، ما فضل شيء عشان يلاقي جيش كرري. الناس ما تشتغل بالاشاعات الكثيره وما تشتغل بالاكاذيب، ده تضليل السوشيال ميديا. والجيش كله والله رامي قدام، ما في هزيمه نهائي، بل الجيش منتصر كل يوم انتصارات قديمه. والان كلامنا معاكم، ده المعارك شغاله والردم شغال والتقدم شغال، ولا كيف يا رجال؟ والله بالعمل والله. ولو بجدهم جادين والكلام ده حاصل، اللي يرفعوا فيديو من جوا المهندسين. لو انتم جادين ارفعوا فيديو من جوا المهندسين، ورونا انه المهندسين سقط. ده كلام ما بتقدروا عليه من 7 المهندسين دي ما تقدروا تخشوا 10 شهور ما خشيتوا المهندسين، ما بتقدر عليها ثاني، ما بتقدروا. لكن نحن حنخش المهندسين قريب باذن الله، ان شاء الله باذن الله تعالى. نصر المهندسين الصامدين. قول لي حو في الربع دواب الليل نسور الجو بالخير، وفي الكفن الكلب اللي بينبع حورس صاقعه وسند واقعه وهطيل انشو. ابشر الروس ابشر بجزجز فكره الفارس اللي بيقود الروس كرام قاطعين، وكان دقت نحاس شروس نص الكف وبيقدح بثلاثه فروس. ابشر هذا المهندسين ارموا قدام ان شاء الله في الايام الجايه كلنا حتتلاقى باذن الله تعالى. تطمينات للشعب السوداني، الناس ما تشتغل بالاكاذيب الحايمه في السوشيال ميديا، جيشكم متقدم وجيشكم منتصر وجيشكم رامي قدام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.